وبمارس وبفارس تزهر أول نبضات قلب ربيعنا، وبك بالثامن من مارس تمارسين كل طقوس انتفاضاتك وسحر العشاق، وتأخذين بكل الذكريات، وأجدني وأجدك بين مسارات ما مضى وما تبقى، شعارات ولافتات وجرائد تراجعت لإزالة ما علق بالزجاج الشفاف من شبهات. زعيم قديم لثورة جمال الفتيات ومن ضارية قص الشعر وأحمر الشفاه، وأنا من قبيلة تعشق ما طال وانسدل وما نطقت به شفتيك بلون وعبق الورد والحناء، تاهتيه وسقطت جدران برلين وفكر الدجالين وقصص المشاعر، وأنت بعد ذلك الحلم الجميل تاهتيه وظلت أساطير تحكي وحكايات مقهى ثقافة الأمنيات. فسلام لك يا سيدة المراحل والمواقف والمخابئ وسيدة الرجال وقبائل الخزرج والعوسج ونصوص الحديث والقديم والناضج والطازج وما تبقى من كلام الدهر. سلام لك يا سيدة كل محطات التاريخ والسفارات والطائرات والقطارات وقرى كل المجرات. تحية وسلام إليك يا قلبي يا أمي يا حبيبتي يا أختي يا رفيقة دربي ومربية أولادي وأحفادي، يا امرأة تعلمني ممرات بالنهر وعبر قمم الجبال وبشوارع الحب والعطاء. سلام لك يا سيدتي بحبات رمالك الذهبية بصحرائنا المغربية ووشمك على جفون أمازيغية وجذورك الإنسانية، لك منا ألف تحية. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.